مشاهدينا الكرام، من المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن أنور القاسم الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. مساء الأنوار. برأيك ما أبرز الخطوط العريضة التي جاءت في كلمة جونسون بخصوص هذا الاتفاق مع بروكسل، وبرأيك هل سيوافق عليه البرلمان البريطاني بسهولة الذي وجهت إليه الدعوة للحضور للاجتماع في 30 ديسمبر؟ يعني أبرز النقاط الأساسية التي رحب بها أولا رئيس الوزراء، قال إن الاتفاق يلبي أولا الوعود التي طرحها حينما اختير رئيسا للوزراء، وأيضا يلبي مطالب الاستفتاء الذي حصل في عام 2016 والذي طالب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أيضا رئيس الوزراء قال إن بريطانيا بعد 45 عاما ستستطيع الآن أن تكون مستقلة وتخطط لمستقبلها، ستكون أيضا تستعيد السيطرة على مياهها وعلى حدودها وعلى اقتصادها وعلى قوانينها. أيضا وعد بأن البلاد ستصبح دولة عظمى كبيرة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وما وصفه بالذكاء الاصطناعي، وقال أيضا إنه لا يريد قطيعة مع أوروبا، بل قال إننا سنعزز الشراكة والصداقة وسنبقى موحدين ونحافظ على التحالف مع أوروبا. هي كلمة تصالحية، وبنفس الوقت هو على ذكر كلمة تصالحية، هل يعني مسألة الصيد وهي كانت من أهم النقاط الخلافية، هل حسمت بهذا الاتفاق؟ حقيقة نعم، تم التوصل إلى نقطة إلى اتفاق حول هذه النقطة، لكن هناك الكثير من التعقيدات في هذا الملف، هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي قد تفجر الاتفاق في المستقبل. أيضا الاتفاق فيه مرحلة انتقالية، نحن نتحدث عن أن بريطانيا كانت تطالب فقط بثلاث سنوات، والأوروبيون يطالبون بعشر سنوات بالسماح للصيادي الأسماك الأوروبيين الاصطياد في المياه البريطانية، لكن تم الاتفاق على ست سنوات، وكانت بريطانيا تريد ضرائب 60% على هذه على الصيد البحري، لكن الأوروبيون أو الأوروبيين قالوا إنهم لن يدفعوا أكثر من 25% فقط. وبعد هذه الفترة يتم أيضا التفاوض مجددا. هذا اتفاق فيه الكثير من نقاط التعقيد حقيقة، وستثبت الأيام إذا كان حقيقة هو الاتفاق الأفضل للجانبين كما صرح الأوروبيون والبريطانيين. أشكرك شكر جزيلا سيد أنور القاسم الخبير الاقتصادي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.